يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص فاتته صلاة العصر مع الجماعة واستيقظ قبل أذان المغرب بنصف ساعة. نعم. شخص فاتته صلاة العصر مع الجماعة واستيقظ قبل أذان المغرب بنصف ساعة، وهو وقت ذهاب السيارات لهذا الدرس، فإن صليت العصر في بيتي فاتني الدرس ولا أجد سيارة تأتي بي إلى هنا، فهل يجوز لي أن أصلي العصر بالمسجد بعد فوات وقت الصلاة؟ لا ما يجوز لك هذا، ما يجوز لك. العصر فريضة، حضورك الدرس هذا مستحب، صلي العصر وتلحق إن شاء الله بالسيارة، اطلب من راعي السيارة ينتظر دقيقتين أو ثلاث دقائق، صلي وتركب بالسيارة. نعم.